واو، يا لهذا المكان المسلي. إنها كبيرة جدا. ما هذا؟ إنها طويلة جدا. أنا أريدها. إنها لي. هيا نلعب يا أصحاب، هيا نلعب. جميعهم يلعبون. تشاتشا تشاتشا، ليس أمامنا وقت طويل، أطلب منهم أن يعثروا على الحقيبة الآن. نعم نعم، لا تقلق، نحن السرطانات بارعون في العثور على الأشياء في البحر. اسمعوني جميعا، لا تلعبوا، تعالوا إلى هنا بسرعة. نحن قادمون. اسمعوني، سنساعد ريان في العثور على شيء، فلا تلعبوا. ريان، أخبرنا عما تبحث تحديدا. إنها حقيبة بهذا الحجم وهذا العرض وهذا الطول. هل فهمتم ما هي المهمة؟ نعم، هيا فلنبحث عليها. لنتحرك بسرعة إذن. لن أدعه يعثر على حقيبة أمي أولا، سوف أذهب وأبحث هناك. يجب أن أعثر عليها أولا. أجل. عثرت عليها، عثرت عليها، عثرت عليها. عثرت عليها، عثرت عليها. أين هي؟ أين؟ قل لي. انظر ريان، وجدت الشيء الذي تبحث عنه. ولكن هذه ليست الحقيبة. آسف، أليست هي؟ سأتابع الحفرة إذن. لا بأس، لا بأس، ليتابع الجميع، علينا العثور عليها أولا. ما هذا يا ترى؟ شيئا ما؟ قرب الصورة قليلا على تلك المخلوقات الصغيرة. لا مشكلة، لحظة واحدة. أوه، إنها مجموعة من السرطانات. صبي ذكي طلب المساعدة من السرطانات، ولكن سرطانات سرطانات، دعني أفكر بالأمر. أجل، وجدتها، وجدت الحل المناسب. سيدي، هل لديك أي معلومات؟